مما بدأنا اليوم شيرين أبو عاقلة رحمة الله عليها كانت موجودة معنا ولا تزال معنا. لذلك لابد من التوقف عند شريط أعددناه انطلاقاً مما بثته قناة الجزيرة في 11 من أيار الجاري، لحظة استشهاد شيرين أبو عاقلة أثناء تغطيتها الهجوم على مخيم جنين برصاصة غدر إسرائيلية في الرأس في خرق صارخ للمواثيق الدولية. ذلك أن شيرين كانت ترتدي خوذة وسترة مكتوب عليها بريس. لروح شيرين الرحمة والسلام، أرجو من الجميع وقوف دقيقة حداد على روح شيرين. لروح شيرين الرحمة والسلام. شيرين أبو عقل، الجزيرة، من بلدة سيلة الحارثية، غربي جنين. شيرين يا عم شيرين، اسحب اسحب. Shireen Abu Akle. She was shot in the head while reporting on an Israeli army raid. The targeted killing of Al Jazeera journalist. Shireen Abu Akle. Shot and killed Shireen Abu Akle. Shireen Abu Akle. Shireen was a veteran journalist for Al Jazeera. The coffin here of Shireen Abu Akle. Shireen Abu Akle was draped in a Palestinian flag. On top, her clearly marked press flak jacket. It offered no protection today. Even after her death, Shireen Abu Akle is still a national hero for many. مرحبا. طبعا تحية مؤثرة، وضيوف اليوم يمكن أكثر ناس ممكن يعرفوا شو يعني الخطر، وأكثر ناس كمان ممكن يعرفوا إنه هن بأي تغطية. هيك أحسن؟ إيه. كنت عم أقول مرحبا بس. ضيوفي اليوم بهيدي الندوة بيعرفوا شو يعني خطر، وهن كمان بمراحل مختلفة من حياتهم وعلى جبهات يعني مختلفة كمان، إن كان بوجه عدو أو بوجه صديق أو بوجه حرب داخلية أو نزاع داخلي، كان ممكن كمان هن يكونوا على لائحة الشهادة اليوم. بقى تحية لكم وشكراً لمشاركتكم بهيدي الندوة، ومرة تانية بدي أشكر مؤسسة ميش ضياء على هيدي الفرصة اللي عطتني إياها لكون اليوم إلى جانب أربع سيدات صحفيات مراسلات، هن الأبرز ومن طليعة الصحفيات اللي عم بغيروا وجه هيدي المهنة، إن كان على الصعيد الجندري وأيضاً على الصعيد الوظيفي وعلى الصعيد المهني. هلأ رح أرجع عامل هيك ملخص سريع لعرفكم عن ضيوفي إذا ما لحقتوا قبل شوي. الزميلة طبعاً من مصر بمراسلة الأخبار الدولية على قناة الجزيرة هدى عبد الحميد، أهلا وسهلا فيك. من المغرب سارة بنهيدا، مديرة مكتب الوكالة الفرانس بريس، وكالة الأنباء الفرنسية بمصر والسودان. من لبنان ريما مكتبي، مديرة مكتب قناة العربية بالمملكة المتحدة. ومن الولايات المتحدة أروى دايمون، المراسلة الإخبارية بالسي إن إن ورئيسة مؤسسة إنارا،
الشبكة الدولية للدعم والإغاثة والمساعدة، وإنارا بتركز عملها حالياً من اسطنبول لمساعدة الأطفال اللاجئين السوريين. هلأ لأوفر عليكم جوجل سيرتش وتضلكم مركزين معي شو جايبة من أمريكا للبنان. هي نص أمريكية نص عربية من جذور والدتها السورية، وهيدي علاقتها يعني بالعالم العربي. وهي حفيدة رئيس وزراء كان ضحية اغتيال سياسي بسوريا بالأواخر الخمسينات. ما حدا يعمل جوجل سيرتش، خليكم معي 40 minutes لنخلص هيدي الندوة على خير وسلام. هلا هيدي الندوة مبلشة بصراع انه بنحكي عربي او بنحكي انجليزي. المنتدين مقسومين لاثنين، ما قدرت انه يعني عادة I use my charm وبتزبط، هالمرة ما زبطت، رح اعتبر حالي انا خسرت. عم حمل to work on your charm. So هيدا هيك I'm challenging I'm doing it in a very diplomatic way. So رح يحكوا عربي، واللي ما بيحكي عربي اعتبروا انه charm تبعي ما مشي عليهم، بقى انتوا رح تعرفوا مين تأثر فيه ومين لا. أهلا وسهلا فيكم ريما، خاصة أنت أهلا وسهلا فيك، نحن كنا زملاء، مشان هيك رح أظلمك وبلش فيهم أحسن ما يقولوا عم يفضل ريما على بقية الزملاء. أستاذة هدى رح بلش من عندك، والشيء المشترك بيناتكم أنه أنتوا يعني تخطيتوا حدود القوميات والبلدان، ولدتوا بمكان، أخذتوا ثقافتكم بمكان، بتشتغلوا بمكان، كسرتوا مش بس حدود الجندرة ووظائف النساء والرجال، كمان كسرتوا حدود البلدان والقوميات. أستاذة هدى رح بلش من عندك وبلش دغري يعني بأساس السؤال، شو يعني أن تكوني امرأة على خط المواجهة؟ Okay, your charm didn't work, so I'm going to answer in English. خلينا بالإنجليش. First of all, you're a journalist. Whether you're a man or a woman, you are a journalist. Maybe being a woman, you see different things. You have different ways of telling a story, or you have different interests when you go to the front line. But at the end of the day, you are a journalist before anything else. Do you have more difficulties when you're a woman on a front line? I don't find so. I find that sometimes it could be easier. Sometimes people help you out because you're a woman on the front line. I was lately in Ukraine where there's no difference between men and women, so no one was helping out. But in general, I find you can have advantage. You can have more access to people, to places, to stories. So I find it, it made my career easier, to be honest. سارة نفس الشعور؟ تماماً. I feel you've said it all. But I think as women, we indeed have access to... Is it better? Okay, I think as women, we indeed have access to more people. The charm is not working. مغربي ومصري. يا ريت. I feel like as women, we can access, especially in this region, there are plenty of places that are like only women can actually access it. And then there are stories. For instance, when I used to work in Iraq, we had obviously to cover the sufferings of the Yazidi women who were used literally as sexual slaves. And I think even if I work for an agency, so I never go alone. I would go with a photographer and a videographer with me. And even if the photographer and the videographer are men, it's important there is a woman in the team. And first to break the ice with a woman who has to share something that maybe she wouldn't share in the first place with a man, for her to feel safer, for me to think maybe of issues or questions that a man wouldn't think of. And then I give access to men. I'm not saying the story should be only covered by women, but it should be like the start should come from a woman. And I think this is very important for the people we interview. It's the same story when I want to go inside a house. Many people would let me in first and then my team. It's the same story when I covered, and I do relate totally, when I covered Palestine, when you have to go there and cover the funeral of a kid and you have to discuss with the mom. It's one of the hardest coverage I had to go through in my life. And I think being a woman in that moment was very useful.
So that's one side of the story of being a woman, and the other side is, especially when you cover wars, a lot of men would assume that we're not that clever, so they could say stuff that maybe we won't understand, but that are actually very important. And they wouldn't say it in front of a man because they would assume, you know, he's a real journalist and he will understand what this really means. Well, we women can just go there and actually get a lot of information, sometimes that we're not supposed to be told to the press. So for me, it's a great, as I told you before. So it's a privilege. Arwa, the same? No, 100%. I mean, look, I realize that there's this fascination with, oh, you're a woman, you're on the front line, et cetera, et cetera. Can I just be completely honest? The hardest thing about being a woman on the front line is finding a place to go to the bathroom. Yes. Like, hands down. Totally agree. On a more serious note, though, I mean, obviously, a woman faces unique challenges, right? Especially issues that are coming to light right now with the whole discussion around Me Too. But those challenges are in no way unique to a war zone. And if anything at all, being in a war zone, being in that kind of an intense environment, can lend itself towards eliminating some of those challenges that we as women face every day in our lives, no matter what industry it is that we work in. When bullets are flying, nobody is trying to sexually assault you. Nobody is trying to manipulate you. And as we saw, you know, with the horrific tragedy that happened to Shireen, bullets do not discriminate. And oftentimes on the front lines, when bombs and bullets are flying, your gender ceases to exist. Shukran. أنا رح أحكي بالعربي بالأول ورح أقول إنه أنا صحفية بالفرونت لاين على الخطوط الأمامية أنا مرة ورجال وأنا ولا مرة ولا رجال أنا صحفية بالأول بس أنا بدي أحكي عن البرسبشن يعني 2006 thank you 2006 بتذكر تين منيح كانوا يقولوا إنه ليش بعتين هالبنت إنه هالبنت صغيرة على الفرونت لاين أولاً ما كنت صغيرة، ثانياً كان في كتير صحفيين فما بعرف ليه قرروا أنه الرجال فيكون على خط النار والمرأة لا 2022 بعدنا نسمع هيك إشياء بس مش بنفس المكان في كتير نساء صحفيات بالإعلام العربي كسروا الستيريوتايب كسروا هالصورة بلش ببايونيرز صحفيات شفناهم راحوا على الجبهات الأمامية منهم الله يرحمها نجوى قاسم اللي أنا بستذكرها اليوم وبترحم على روحها من الناس اللي كسروا هالستيريوتايب مهدوا الأمر لكتير من الصحفيات بس كمان أنا عبالي أقول هيك للقائمين على وسائل الإعلام العربية إنه كمان المرأة على الخطوط الأمامية ما بتجيب مشاهدين أكتر يعني هل وضع النساء على الفرونت لاينز لأنه بدنا مشاهدين أكتر هو الأبروتش الغلط للإعلام نحنا بالخطوط الأمامية لأنه صحفيين لأنه بدنا بتروح على الحرب لأنه بتطلب تروح على الحرب كصحفي ما بتبعتك إدارتك أصلاً لأنه تحمل حياتك وكفنك ونعشك عائدك وبتروح فبالتالي برأيي البرسبشن تحسنت في شعور إنه المرأة موجودة على خط النار مثل الرجل هن صحفيين بالدرجة الأولى والنقطة الثانية بتمنى انه اللي بيروح هو بيروح لانه كفؤ ولانه قادر يتحمل الحرب مش لانه رايحين نعمل نجوم على خط النار تعتبري بال2006 لما رحتي على خط النار كان بهدف الريتنج لا ما كان في غيري يعني كنا انا مراسلة مكتب بيروت نجوى ماسكة التغطية الله يرحمها من وسط بيروت وكنا مراسلين ثلاث يعني هذا الفريق الموجود ومسكر الطريق وما في من يروح كان في امر واقع ديفاكتو بس انا خلقت بالحرب يعني سنة 77 ما بعرف كيف كانوا يخلفوا أولاد بلبنان بس إنه يعني بنت الحرب وبالتالي كان عندي نوع من التجربة بس هلأ نشوف نساء على خط النار ما عندهم تجارب لا أنا برأيي ندرب ونبعث للي بحب يبعث يروح على خط النار بيكون أأمن إذن أنتوا أربعتكم متفقين بس لازم نوصل على شيء بيميز هيدي الخبرة خبرة كل واحد منكم خليني بلش من عندك هدى شو كانت المشكلة اللي انت واجهتيها كمراسلة
للمسؤول عنك يقتنع بقدرتك على أنك تكوني على خط النار ومش حدا تاني زميل لقلك بفريق العمل. It wasn't because I was a girl. Yes. What was the difficulty that you faced? I think basically what you faced is the convincing your boss that. Like what did you have to do to convince your boss that you deserve to be in this position in the front line? I just had to prove myself. I had to show that I could go there, live under whatever condition it was, sometimes sleeping on the floor in the kitchen, sometimes sleeping in the car, sharing your life with, usually your team is mainly men and you're the only woman. And you know, you have several layers. You have the team that comes with you, and then you have the local team, which are very important, actually even more important. And then you have sometimes security, and then you have. So I think what, apart from the editorial side, if you're able to cover a story or not, I think the other issue is, are you able to be for long periods of times? Because when we go for a month, 6 weeks. I was just in Ukraine now for basically 5 months. I went out a few days, but I mean, and I was all the time with men. Everybody was men around me. So I think that is one of the aspects that you have to prove yourself in. And that you're mentally also able to take it. There is that perception, or there was, I don't think it exists anymore, but when I started many years ago, there was that perception that maybe because you're a girl, you're more delicate. If you see a dead body, you will react differently. You will get a, you know, hysteria. There was that. So maybe that was a little bit proving, but there were women who had started on the front line before me, not many. After me, many more. So that was something maybe you had to prove. It's physically very difficult job, I would say. I mean, obviously you have all the challenges of telling the story, understanding what the person is telling you from their point of view, not from your point of view, trying to depict that in the best way possible, trying to show empathy, trying to show, to put it in a way that everybody can understand you, and maybe the person sitting at home would feel what that person is feeling. And then you have all the other side behind the camera, which is a lot of nitty little things all day long, from the minute you wake up to the minute you sleep. And as Arwa said, where to go to the bathroom, where are we sleeping tonight? And it's continuous. And I think this last assignment, for example, in Ukraine, was a perfect example, because you're just on the move, 5-6 hours a day in the car to go from one front line to the other. No fuel. You don't know where you're sleeping. You don't know what you're eating. You don't know where you're going, basically. So it was probably very it took me back many, many years, because it's constant. And the boss, if you're a woman, would look at if you're able of doing that, if you're able of imposing yourself in front of all these people and make sure that you're leading the group, because basically as a correspondent, you are the leader of the group as well. Okay, shukran. Sara, إيها أصعب تكوني على الجبهة على خط النار، عم تفهميني، أو تكوني على خط النار أو تكوني editor in chief عم تديري مكتب من الزملاء الرجال؟ Well, it's hard to be on the front line, أكيد، but it's also very hard indeed to be back in the office and having the impression you have the lives of those people into your hands, and if something goes wrong, you're not going to sleep for the rest of your life. I mean, it's going to be just terrible. But this is very complicated, and exactly as you said, I think a lot of bosses are like, am I going to let a woman lead the team? Because maybe if something goes wrong, she won't be able to take the decision. And I had to face decisions like this when it went completely mad in Baghdad, and we had to take care of the whole team, and people were threatened with like death threats by militias or stuff. You have to take a decision, and you have to be sharp on it. And I think that being on the front line before that, you can assess better. But it's indeed very hard to take a decision, because indeed, you know, the people on the front line, they want to stay there. We all have been there, and we all want to push the limit.
So it's harder to be the one saying, you know what, now we stop here, you go back home, we have enough. And I think in this, women are actually, especially when you're on the front line, it's very good to have a woman on the team, because I think men sometimes would push it more and go for like, let's go see this weapon, let's go closer to the explosion or something. And at some point, there's no point in dying for this story. I mean, we'd better bring back the story to the world than literally get caught there and never be able. Then you have situations, of course, no. where the danger is everywhere and you can't stop it. But it's indeed complicated to call it. ريما خليني أسألك ذات السؤال بما أنك أنت يعني كنت على جبهة النار وبنفس الوقت بدير اليوم مكتب ممكن في رجال ونساء أو غلبة لرجال على النساء وين أصعب تدير فريق من الرجال أو تكون على جبهة النار؟ تذكر مرة أول ما استلمت مكتب لندن قال لي شاب بعدين صرت صحبة أنا وياه ما بعرف شو صار موقف قال لي عم بمسك حالي ما أضربك أنا مديرته. لا أكيد إدارة الناس مش سهلة ورغم إنك ببريطانيا أحياناً بنحمل معنا الأفكار الخاطئة لبلاد الغرب يعني فبالتالي لا أنا بنتمي للأرض واشتقت للحروب واشتقت لتغطية الحروب يعني ابتعدت شوي بسبب ظرف صحي بس ظرف صحي بس أنا مثلاً بانتظار هلا الشنغن فيزا تقدر روح على أوكرانيا. يعني بحس انه صار فيني ارجع على الميدان بس انا بدي اقول لك انه انا بختلف معهم انا كمرأة عربية بقناة عربية ما كان سهل بعدها مش سهل للمرأة العربية الصحفية تكون على الميدان خاصة بالعالم العربي اوكرانيا حديث اخر بس انا كل تغطياتي بالعالم العربي فبتذكر بحرب تموز لما وصلت انا على سور لتغطية الحرب فريق عملي كله ظهر من الغرفة ما بقى عنده محل ينام ليه؟ لأنه كانوا كلهم رجال عم بيناموا مع بعض فرد أوضة وما كانوا بيعتبروا أنه أنا بنت بدو يفضوا لي الغرفة مثلاً نحن صحفيين عرب نحمل المثل والتقاليد العربية معنا وين ما نروح We are perceived as such يعني بس كنت روح على سوريا كانوا يتوقعوا مني لما أنا بروح مع فريق عملي مع مصور يعني ما معي سيكوريتي ما معنا شيء نحن بس مصور كانوا بيفكروا انه انا لازم نام مع النسوان بس انا ما بحس بالامان انفصل عن فريق عملي في عقبات قدام الصحفيه العربيه ما زالت على الارض بس قلنا انه في كثير ناس عم تكسر هالقيود انا بنت الميدان لا شك انه تجربه الاداره تجربه جديده ما في ناس حياتها بالخطر تحت ايدي وما عم ببعد حدا على الحرب بس انا برجع بروح وهي مختلفه بس المشكلة إنه الصحافي لو صار عمره 1000 سنة he's as good as his last report. So قد ما تكبر أو شو ما صار معك وتمرض لما أنت بتكون صحفي مجبور تكون على رأس القصة سواء كان بالحرب أو باستوديو أو أي مكان مجبورين نكون بغض النظر عن وجعنا عن صحتنا عن ظروفنا we have to be there. نعم ما بتبعت اليوم حدا على الخطر وعلى الجبهة لأنك امرأة بالوقت اللي لو كنت رجل كنت رح تبعتي يعني إذا طلب مني صحفي يروح على الخطر بعطيه هالشي بعد ما دربه بس بالقناة العربية نحن منطلب نروح عم بقلك أنت حامل كفنك وتابوتك عائدك ورايح This brings me to the angle so if you're all you feel this you're equal the woman correspondent in the front line does she have a different angle in the war coverage it's not necessarily a different angle but I think we do have a greater capacity for empathy and understanding and asking a certain sort of question that I do think is vital to coverage like if we were to not have women on the front line I think the nature of the kind of reporting that we would see right now would be very different. I mean, Marie Colvin, you know, may she rest in peace, one of the greats of our time. What is the world without the likes of Marie Colvin? What is the world without the likes of Christiane Amanpour's reporting, without the likes of all it was that Shireen did? And, you know, as my colleagues have been saying as well, you know, we do have access to a kind of story that men cannot necessarily access.
we do have the ability to ask certain questions and empathize on a level that our male counterparts may not necessarily be able to do. And that's not to say that one voice is better than the other, but to say that both voices are equally necessary, and we need to recognize that. And Rima, I do also appreciate, you know, what you're saying, and that, you know, for myself and us at Western Media Networks, the glass ceiling has been broken. We don't have to debate with our bosses whether or not we should be allowed to go to place X because we have certain genitalia. But that's not the case for other people, and I do fully recognize that other women are still having to fight for recognition and for certain rights that we right now are able to take for granted. But the vast majority of the time, I think, for us as women on the front line, like, we don't necessarily understand why there's this weird fascination with us, because we don't view ourselves as being all that different or as it being that big of a deal that we go and do what we do and put ourselves in those situations. And yeah, we do view it as being an advantage most of the time. بس بدي اقول لك شيء انه في نسوان على خط النار بس ما في نسوان بتاخذ قرار بالوسط الاعلامي. اروى has female bosses. في female bosses that run the newsrooms بالCNN. بالعالم العربي we have female bosses. No, we have three female bosses. I'm saying you have, but I'm saying إنه الإعلام العربي بعد ما فيه decision makers females. كم مدير محطة فيه أو مدير التلفزيون أو امرأة صانعة قرار بعالم الإعلام. في صور، في نساء على الشاشة، في صانعة قرار بالإعلام قليل موجودين بس قليل، وهذا اللي لازم يتغير. شكراً. رح بلش أنا أخذ أسئلة من الجمهور اللي موجود معنا. إذا حدا بحب يفتتح الحوار تفضلي، إذا بتوقفي بس ليشوفوك ويعرفوا مين بدهم يعطوا. أول إشي بحب أوجه سؤالي لست ريما مكتب. أنا وعيت من صغري عليها وهي بتغطي الحرب السورية، بقول يا الله المرأة شو مناضلة وقوية إنها هي قادرة توقف بثبات وقوة، يعني وإنها هي مصرة إنه يعني تبين الحقيقة لكل العالم. بس أنا بالنسبة إلي حابة أسألها سؤال، كيف شو هو صفات الـ decision maker بالإعلام؟ كيف شو هي صفات المراسل الفيميل الصح؟ ناجحة، شكرا. فيميل أو ميل، الأسس الصحفية واضحة بنتعلمها بالجامعة أو بالممارسة، ما بتختلف بالجندر. إنك تكوني أمينة لخبرك، ناقلة للحق، صاحبة صوت، إنك تكوني شجاعة، إنك تكوني مع يعني عندك مسافة من الخبر وموضوعية، هيدي كلها أسس الصحافة، ما بيأثر إذا أنت مرأة أو رجال. مشان هيك يعني أنا بتفق مع زملائي إنه ما بتحسي حالك مرأة أو رجال على الفرونت لاين، أنت يور جورناليست whether بالستوديو أو wherever you are. يمكن طريقة التعامل معك هي اللي بتفرق. شكرا إن بتتابعيني من صغري، ذكرتيني قد ايه انا كبرت بالعمر. رجعيني على هذيك الايام. عندنا سؤال ثاني. من هلا ليصير الميكرو جاهز مع حدا، سارة انا بدي اسالك سؤال، بما انك قلتي انه من يعني البريفليجز للمراسل المرأة انه فيها يكون عندها اكسي اكثر لسورسز. انتوا هلا اثرتوا علي. والشغله الثانيه انه الزاويه تبعها لكيف بدها تنقي الاخبار، زاويه الاخبار. اذا الشرط الاول للمراسله الناجحه هي الحياديه، هل الامراه المراسله حياديه اكثر او حياديه اقل؟ هون ما بدي احكي يعني مع الحق والباطل، او كمراسله هل المراه حيادية أكثر تجاه القضايا الاجتماعية اللي قد تكون تؤمن فيها؟ أنا I feel like مثلاً إحنا مكتبنا بغزة كان في إيه هلا أحسن مكتبنا في غزة. الله أكبر على العربي. أوكي ماشي. هنحاول
كان في عنا مراسلين اثنين رجال وواحدة مرة، وهي لما بلشت الحرب ب 2014 هي صحيح أنتوا المهمين، فهي الوحيدة اللي راحت ببيوت العالم وسألتهم إنه كيف بتعطوا مثلا شاور للولاد، والمراسلين التانيين اللي كانوا رجال ما فكروا بهاي القصة، وهي أقوى قصة أنا لسه متذكرها من أيام الحرب، يعني 51 يوم من الحرب وما فيش ماي بالبيت، فالولاد كيف عايشين؟ نفس الشيء مثلا لما عملنا قصص بالسورية على كيف بدي أقولها بالعربي، بس إنه اللاجئات مثلا اللي ما عندهم periodic protections والحاجات دول، إنه نادرا في راجل حيفكر بالقصص دولي، بس أنا كشخص مواطن عادي بدي أقرأ هيك القصص، بدي أكون قريبة من القصة بغض النظر، ما بدي أعرف شو الأسلحة اللي مستخدمة، شو صار بالجبهة نفسها أو كم مهم، بس برضو كحياة يومية كأشياء إنسانية مهم كتير تكون مرة بالفريق عشان تفكر بالقصص دولي. نعم هدى، أنت يعني ما بدي أحكي أعمار كمان، بس من حرب البوسنة لثورات وحروب مصر، خلاص حكيت يا عمري، يعني مصر، تونس، رواندا، أفغانستان، بوسنة هرسك، سودان، كنت بوطنك وبنفس الوقت كنت بالعالم العربي وكنت بالعالم، هل أصعب تكوني بمصر أو تكوني بالعالم العربي يعني هل أصعب لألك كمراسلة أو نفس الشيء؟ لا، هو بالعالم العربي صعب عشان you need all these permits and you need هحاول يعني يمكن بحس دلوقتي في العالم العربي شوية أسهل، بس برضو صعب الصحافة في العالم العربي. وكتغطية أنت يعني كأديتوريال رأيك والتغطية تبعك، يعني تكوني بمصر مثلاً وقت الثورة أو بالعالم العربي وقت الحروب، بتحسي في عليك ضغط أكتر لكيف شو اللغة بدك تستعمليها، شو المضمون اللي بدك تعطيه؟ بيكون في ضغط كمان حسب، أنا كنت بشتغل في الأول مع ABC News American TV، ما كانش في ضغط ساعتها، كانش حد بيفتح بقه خالص. ما بتشتغل مع الجزيرة في ضغط، وكل واحد كل كلمة لا أنت قلتي كده عشان كده وأنت عاوزة تغيري كده، ومرات بيترجموا من English to Arabic، بس مش إن أنا قصدي، اللي هم فاهمينه، فبيحصل نقاش كتير على حاجات كده طول الوقت. برا العالم العربي في الحاجات دي أسهل بكتير. نعم. أسهل بكتير، في يعني سهل إن تتحرك، سهل مش محتاج permit after permit after permit. في you don't need minders in many countries. Until now you need a minder to go around. You don't feel that you're constantly looked at, watched. You know, you go to breakfast, there's someone's a man sitting in the corner, and you know he's there to watch you. Your comings, your going, it's a bit better in the Arab world. But مثلا in Egypt, when I covered the Egyptian revolution, counter-revolution, coup, whatever you want to call it, for me personally, it was very difficult, and I didn't want to cover it. And I have this personal belief that it's better never to cover your country. You remain, because it's the most difficult place to remain unbiased. Okay. It's very difficult because you have your own opinion about all what's going on. But whereas, is this difficulty also for men? Sorry? Has صعوبة أيضا تنطبق على الرجال؟ Yes. أفتكر حتى لو أنت لو راجل يعني شفتها مع زملائي بيشكوا فيهم أكثر. They check them more. مع بنت بيخفف. We can smile a bit. مش عارفة رايحة تفسح، تعمل نكتة، تمشي حالك يعني تك 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 تمشي حالك. مع رجال أفتكر أصعب بكتير. I also think that if we're talking about Egypt, like Egypt was one of the hardest places actually. For me too. It was more dangerous than the bombs. To be a female journalist, like it is the scariest place I have ever been to. How I come? Agree. How we come? Were targeted as women with mass mob sexual assaults. It was literally a war focused on female journalists, whether you were from a Western network or an Egyptian network, and that made working there terrifying in a way that a war zone is not.
But it had to do with the discourse that was going around that it was all because of the media, all of this was happening because of the media and these protests because of the foreign media and all of that. So it made us a target. And I was petrified in Tahrir. I was shivering like that. I was really scared. Wasn't Egypt the first time where you felt this discrimination against you being a woman journalist? Yeah, it's the only place. First and only. It is literally the only place. And I've been to Yemen and I've been to, you know, to back areas. I've been all over the Middle East, Afghanistan, outside of Kabul, Kandahar. Egypt at that time was in a deep crisis and it was petrifying. It was literally petrifying. I'd leave Tahrir like hugging the driver and pretending that we are husband and wife, so nobody watches. So you know, whoever was against the revolution or the whatever you want to name it, used your being a female to attack you as a journalist. Sorry? Used your being a female to discredit you or attack you as a journalist to stop you from covering the story. I think it was about stopping you from covering the story, about scaring you. I mean, I remember this Sonia Dridi from France 24. I mean, she was on air when these kids, 15, 16, I don't know how long, started surrounding her and touching her. It was petrifying to watch. It was, you know, you would be on a balcony. It was the only place where I was on a balcony, removed, far away, as far as possible, because it was impossible to go and to be amongst the crowd, which is usually what I do. But so in some places, as a female journalist, you are not challenging your boss at your work, you're challenging your society. I don't know if you're challenging the society, maybe in some areas, maybe if you go, you know, of course, if you go, when you arrive in Kandahar and you're interviewing a Taliban and he doesn't want to speak directly to you, so he has to go through your producer, and the producer standing in the middle turning because his head. Because you made it sound so easy. It is still easy. I was at one point a correspondent on the front line, and I know it's not easy for a man, so... No, it for is a woman, easy. It should be harder. It is easy because here's the thing. I'm not there to change the society I'm reporting from. So if I choose to go, then I know there are certain rules and I'm going to follow them. I'm not going to Kandahar to change the whole of Afghanistan, will I? I'll never manage. So I comply. I didn't wear the burqa. No, I covered my hair. Yes. You know, you just find a compromise. No, I think also, I mean, here's the thing, right? The front line, war zones, intense situations, dealing with like an overload of human emotion is incredibly difficult no matter what gender you are. Do we as women face certain unique challenges in these situations? Yes, of course, obviously we do. But I think us as women, like we just suck it up and deal with it. Like we don't need to have these widespread discussions about what it is that we're going through, because for us, our sexuality, our gender is not at the forefront of our minds when we're on the job. Rima. أولا خلينا نحكي شيء. الصحفي العربي مش محمي خاصة بالعالم العربي مثل الصحفي الأجنبي. Absolutely. Okay. بينخطف صحفي أجنبي بسوريا بيعملوا إنزال بيجيبوه. بينخطف صحفي عربي بسوريا ما حدا بيجيبه ما بيعرفوا عنه سمير كساب واحد من الشباب. هي أولا. ثانيا بيجربوا يغتالوا ميشي ضياء وسمير قصير. وبيصير كل شيء في اغتيالات اصلا انت بتفوت على مطار بيروت كمان حياتك على كف عفريت حياتك ارخص من الصحفي الغربي احيانا بالمنطقه اتس ا فاكت والصحفيين الغربيين بيجوا على المنطقه بياخذوا فيكسرز عرب والجوائز بتجي للغرب ما بتجي لنا الا اذا اكسبشن الجزيره لما بتحكي بالانجليزي when certain reports are in english الجزيره english otherwise العالم العربي عالم اخر You're not acknowledged أو مش معترف فيك كصحفي ككائن مثل الغربي وحتى لو كنت عربي بتشتغل بقنوات غربية you're still عربي هؤلاء ثانياً ما بعرف إذا ساحة التحرير إذا مصر أكثر خطورة من مظاهرات الثورة بلبنان ب 2019 والعصر اللي كانت دايرة بالطرقات
I didn't cover them, so I don't know. I'm talking about my own experience. Yeah, sure, sure. I've been to Cairo, I've been there. Danger is danger. صحيح sometimes بالمظاهرات في mobs وفي خطورة وفي بلاد فيها sexual harassment وفيها أشياء أكتر. لكن الخطر خطر ما له definition. وفيك أحياناً بأكتر الأماكن أمان تكون عم بتغطي قصة جدلية وتروح فيها. خلينا نقول إنه نحنا ما لازم نكون مشروع شهداء. وهون بستذكر أطوار بهجت من أول شهداء قناة العربية اللي كمان خسرت حياتها وغيرها كمان من الزملاء. نحنا مش الخبر. نحنا لنغطي الخبر. نحنا مش مشروع شهيد. ما بدنا نكون شهداء. نحنا نشهد على الخبر. وهيدا أهم شيء وهيدا أول تارجت على الجميع إنه يفهمه. لكن أنت بمحل تتعامل فيه مع ميليشيات، مع سرائين، مع قطاع الطرق، مع ناس من كافة شرائح المجتمع، وبالتالي الجوب باي اتسلف هي دينجر عليك وعلى الرجل اللي حدك. نعم. باخذ سؤال. حدا عنده سؤال؟ أو تفضلي. تفضل. بنرجع لعندك. مساء الخير. تفضل. حمزي نهار. أنا حالياً مراسل أخبار بقناة المملكة. سؤالي للأستاذ ريما للجميع طبعاً. اليوم إحنا لما نحكي عن مراسل الحرب، مراسل الحرب طبعاً طموح لأي شخص إن كان ذكر أو أنثى كان بيعمل مراسل محلي لأي واحد من القنوات. بس نحكي شوي عن جانب المخاطر. هل في بعض أماكن أو بعض مراحل كنت تحسي إنك بحاجة ل زميل يكون عون إليك في بعض الأماكن اللي فيها ريسك عالي أو مخاطر عالية؟ وخاصة نعرف إحنا إنه كمراسلة يعني أنثى نسبة العاطفة عندها أعلى من الشخص أو المراسل. الشغلة الثانية نحكي إيش أهم الإضافات أو الخبرات اللي ممكن يستفيدها المراسل أثناء تخطيطه للحرب؟ شكراً لك. بس قبل خليني أسأل، هل بتتفقوا إنه نسبة العاطفة عند المراسلة أعلى من عند الرجل؟ yeah. هو قال إنه he took it for granted إنه نسبة العاطفة. لا 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 I can be cold blooded مثل أي رجل. But being empathetic doesn't mean that you can't be cold blooded. Exactly. No. But I think no. Here's the problem. I think empathy and compassion is viewed as being a weakness. And when we say women are more empathetic and more compassionate than men, it's almost as if we're weaker, whereas actually it is one of the most vital strengths that a journalist can have. Yeah, I agree with that. I mean, to spot a story for women and children, يعني النساء والأطفال اللي وضعهم صعب, you don't need to be a woman. So في رجال صحفيين قوية كمان, they spot such stories. It's I don't agree with the emotions part, لأنه دايما نتهم إنه نحنا emotional. We're journalists. منحس مع القصة. العاطفة لا يمكن أن تستخدم ضدنا. يعني لا تستخدم ضد الصحفية المرأة. سريعا رح جاوبك. برجع بقول إنه ما يكب الصحفي حاله على الفرونت لاين إلا إذا هو فعلا مقتنع إنه هو بده يغطي هيدي القصة. الحروب هي مش لا. طريق سريع على الشهرة. الحروب خطرة, فيها مسؤولية كبيرة. آخر شيء كنت بحبه إنه أمي تشوفني بتابوت. هيدا موضوع أنا يعني بقول ما في story that deserves your life. وبالتالي بتروح على تغطية الحربية لما بتكون جهزت نفسك. سألتني إذا بحتمي بحدا, كمان أنا عم بحكي عن تجربتي الخاصة بالCNN, في female كاميرا وومن بالعالم يعني أقل له بالعربية, ما في female كاميرا وومن. أنا كنت أروح مع رجال وكنت حس بأمان لأنه أنا بروح على سوريا, أنا بروح على العراق, أنا بروح على مصر, and I need a man with me. That's the name of the game بهالمناطق. وأنا عربية ما عندي لا باسبور غربي ولا أجنبي ولا خلقت برا, وبالتالي I go with the rules of these societies that I know them well. شكرا. تفضلي. First of all, I would like to thank you for trying to show the truth in the place that you're covering. My question is, do you usually face a live gun shot directly at the press?
And from your experience, do you believe that Shireen and the other journalists that have died were murdered by mistake or intentionally? I believe Shireen was directly targeted. The one question, for sure, was she was targeted because she was a journalist. I do believe that they probably knew who she was because she's extremely famous. So, and there were not many journalists standing there in that place. I was also standing next to Jevara Bederi last year when she got dragged by the police in Sheikh Jarrah, also out of the blue. She's actually had gone, going back to the bathroom conversation, she had gone into a house of someone living there because she needed to go in there for a minute, and nobody understood what happened. In Gaza, I got directly, a sniper did, he wanted to miss me, but it was obviously directly targeted. So yeah, so I believe there is direct targeting, and I believe it happens a lot around the world. I mean, if you go, Mexico is one of the most dangerous places on the planet for journalists, and they're specifically targeted by the name. So yeah, it does exist, for sure. Atwar Bahjat Kamen was even tortured and directly targeted. Samir Asir Kamen, Umayshit Yaq Kamen. نحن بعد عنا تقريبا خمس دقائق أروى خليني أسأل يعني هيك نروح لخطوة تانية أخذتيها بحياتك باتجاه إنارا وهالNGO اللي عم بتساعد فيها اليوم لاجئين السوريين وخاصة الأطفال اللي بحاجة. هذه عملتيها كشو لتكملي شيء اللي ما قدرت تعمليه كمراسلة؟ What was the calling behind this NGO? I think I realized by 2012 that no matter what sacrifices we made to report stories, the sad reality is that our job as journalists had shifted from being able to create accountability to going and just making sure that the victors did not only tell their own version of history. And I felt that I had personally reached a point where I could no longer bear witness without taking more concrete, tangible action. And so yes, I created a charity that treats injured children medically and mentally. And I think we all have, you know, and we didn't really talk about this all that much, but the psychological impact of being in these situations is very different to each person. But for me, being able to create INARA helped me cope with what I perceived as being my failures as a journalist, because I felt as if we, the industry, had been incapable of altering the worst case scenario trajectory that a lot of the countries that we were reporting on were actually experiencing. No. سارة خليني انطلق من هون لأسألك سؤال يعني قدي لما تكوني على التلفزيون أو بالإعلام بشكل عام على جبهة الحرب آخر شيء بتصيري part of the entertainment. What's your role? What are you really doing in the front line under the fire? Are you entertaining the audience or are you telling the story, and what will this story add or change in the lives of the people sitting in their homes in their comfort watching television before they go to sleep? But I'm coming back to what I said before exactly. I think just covering the war as bombs exploding and the rasas suheke, it's part of the entertainment. بس اوكي خلص هكلم عربي. بس لما بتعمل قصص على الناس اللي مش ضروري على الجبهة نفسها بس ناس ورا شوية, انه واحدة ختيارة ببيتها ولادها احفادها وما عندهم اكل او ما بعرف شو, انه قصة ممكن اي حدا يريليت تو ات, يعني انه ممكن قصة أنا أمي بفرنسا أو جدتي بفرنسا يحسون أنه لو أنا بمكان هذا الشخص. فهول القصص أظن it's not part of the entertainment, وممكن يغير. وشفنا أكثر من مرة على شيء بسيط, بس أنه مرة تعمل قصة هيك شكلها مش كثير مهمة على طفل معين, وبعد شوي بيجولك ناس وبتبنوه أو بيبعتون فلوس أو شيء, يعني بتحس أنه أوكي أنا اليوم عملت شيء مفيد للدنيا, يعني مش كتير كبير ومش كتير مهم بالنسبة للإنسانية كلها, بس أنه وصلت رسالة ما يعني.
بحس انه لا we're part of their entertainment بس في جزء صغير هيك من شغلنا بيكون شويه مفيد. اذا انتم زعلانين انا زعلان اكثر. مع الاسف وقتنا خلص. بدي اشكركم فردا فردا على وقتكم وعلى جهدكم وعلى كل شيء عم تعملوه بالاعلام وبرات الاعلام لتخلونا نعرف اكثر، وبسبب اشخاص مثلكم نحن ببيوتنا بنعرف اكثر. شكرا. Thank you.